راح احكي اليوم عن السنابر نتوركس واهميه السنابر نتوركس في باور نتوركس. بس نراجع مراجعه سريعه، ايش كانت الثلاث طرق اللي ممكن يعمل سويتشنج اون فيها الاس سي ار؟ يا اما بدي اعطي جيت كرنت قيمه مناسبه واستنى لا يوصل اللاتشنج كرنت، او ازيد الفورورد بلوكينج، ازيد الفولتج بين الانود والكاثود عن الفورورد بلوكينج فولتج. متذكرين بعمل زي بريك داون بوصل، او بزيد او بحط على الانود تو كاثود الفولتج انود تو كاثود دي في على دي تي اكثر من قيمه معينه. يعني هون احنا عم نحكي هون في اي كي، اي كي نسبه الى الانود والكاثود. اذا هاي بشكل خاص مشكله راح تصير في بعض سيركتس لما يكون عندي سنجل فيز كنترولر عماله بتحكم في اندكتيف. خلينا نطلع على الدائره التاليه. لو انا عندي هون اي سي سنجل فيز اي سي سورس، والسنجل فيز اي سي سورس استعملت تو انتي بارلل او باك تو باك اس سي ارز حتى يتحكموا في اندكتيف لود. فهون عندي اندكتيف لود اندكتر وريزستر. عندي هون هذا في اس، عندي هون اس سي ار رقم واحد، اس سي ار رقم اثنين اللي راح يتحكموا، واحد منهم يتحكم في الفتره من 0 ل 180، هذا يتحكم بفتره من 180 ل 360. عندي هون اندكتر وهون عندي ريزيستر. هلا بدنا نطلع على الكرنت، احنا قبل هيك اطلعنا على الكرنت، بس خلينا نراجع نطلع على الكرنت اللي بيصير عندي هون. بس قبل ما اكمل بدنا ننتبه لشغله مهمه. قديش اللود انجل تبعت هذا اللود؟ ايش يعني اللود انجل؟ ايش اللود انجل لهذا اللود؟ اذا كان هيفي اندكتيف فهي 90. اذا هيفي اندكتيف تمام، اذا كان نهار يعني عادي قديش؟ تاني انفرس اكس ال على اكس ال على ار، واللي هي بتساوي تان انفرس اوميجا ال على مضبوط. هاي الزاوية تبعت هذا اللود، طبعا هذه الزاوية راح تعتمد على الفريكونسي، راح تعتمد على قيمة ال، راح تعتمد على ار. هلا في شغلة مهمة لازم انتبه عليها هون، ما بصير الفارق انجل تكون أصغر من، بهاي الحالة ما بصير الفا، الفا لازم تكون أكبر من ثيتا تبعت اللود، الفا اللي هي الفارق انجل. فاحنا لو جينا طلعنا هون خلينا نرسمها، هذا الفولتج هون راح أسميه فولتج اس دبليو، فالفولتج بين النقطه هاي والنقطه هاي راح اسميه فولتج سويتش، والفولتج بين النقطه هاي والنقطه هاي راح اسميه في لود. وطبعا هذا في اس راح يكون الفولتج بين النقطه هاي والنقطه هاي، هذا النقطه هاي بدنا نشغل السيستم، وراح اعمل فايرنج انجل واخذ الفايرنج انجل من الزيرو كروسنج بمقدار الفا. فلو عندي هون فرضت هذا الفولتج تبع السبلاي او السورس، هاي الويف فورم هون، خلينا نستعمل شويه الوان عشان نميز الاجزاء المختلفه. وخليني افترض الان انه انا بدي اعمل فايرنج انجل تقريبا مثلا خلينا نقدرها ب 60 الفا تساوي 60 درجة، وطبعا راح يكون عندي هون 60 وراح يكون عندي كمان هون الفا تساوي 60، وراح اقيسها 60 من الزيرو كروسنج مش هيك؟ فهذول نقطتين مهمات، هاي الزيرو كروسنج، ليش هذا الزيرو كروسنج مهم وليش هذا الزيرو كروسنج مهم؟ ليش الزيرو كروسنج مهم بداية؟ تناسب فارق انجل، منها اغير يعني لما بحسب الفا، الفا لما بقول الفا 60 شو يعني؟ الفا 60 هي من النقطة هاي للنقطة هاي، فهي الفا بحسبها بالنسبة للزيرو كروسنج، ونفس الشيء بحسب الفا هون بالنسبة للزيرو كروسنج، فالفا راح احسبها من الزيرو كروسنج. ولما بنحكي سينكرونايزيشن تذكروا كنا نقول سينكرونايز، شو يعني سينكرونايزيشن؟ تزامن، تزامن لازم حتى يعمل تزامن لازم يكون في معلومات عن الزمن، من وين راح تجيني معلومات الزمن هي؟ في نقطة راح تجيني من هون ونقطة راح تجيني من هون، لأنه تذكروا في فايرنج بلس راح تيجي هون، في فايرنج بلس راح تيجي هون، الفايرنج بلس راح تيجي هون، وين الريفرنس تبعها راح يكون؟ هاي النقطة، والفايرنج بلس راح تيجي هون، وين راح يكون الريفرنس تبعها؟ هون، وراح أأخر من هاي الزاوية، لما أقول بدي فايرنج أنجل 60 درجة راح أأخر بالنسبة لها. هلا هون في نقطة مهمة، هذا اللود لما صار عندي هذا اندكتيف لود بدي أنتبه على الفايرنج أنجل بالنسبة للود. إذا اللود كان الأنجل تبعته مثلا 70 ما بصير الفايرنج أنجل تكون 75، ما بصير تكون أقل من 70.
لازم الفايرنج انجل تكون اكثر من اللود انجل منها. فلو اجينا مثلا هون فرضنا، خلينا نفترض انه بالحاله هاي اللود انجل فرضا تقريبا 30، هاي عندي هون راح احط خط 30 وراح احط خط 30، فهون خليني افترض بهذا المثال انه مثلا اللود انجل 30، فالفايرنج انجل راح تكون 60، بصيرها تكون اكبر من. خلينا نرسم الان الكرنت، كيف نتوقع الكرنت يصير؟ ايمتى راح يعمل سويتشنج اون للاس سي ار رقم 1؟ عند النقطة هاي مضبوط راح يعمل، وانا راح اعطيه بلس، راح يكون في بلس مثلا لها ويدث معين راح تصير هون، فراح يبدا الكرنت راح يزيد شوي شوي، ما راح يزيد فجأة، مش هيك ليش؟ لأنه عندي اندكتيف لود، الاندكتيف لود ما بصير الكرنت يزيد فجأة، ما بصير فجأة الكرنت يرتفع من هون لهون، لازم يزيد جراجولي، فبزيد الكرنت عندي بهذا الشكل. لما الفولتج وصل زيرو الكرنت ما راح يكون زيرو، ليش؟ لانه هذا اندكتيف لود، فالكرنت راح يكون لاجنج ولا ليدنج بالنسبه للفولتج؟ لاجنج. فاذا هون اللي راح يصير عندي، خليني امحي هذول هذا الجزء بس حتى عشان اقدر ارسم مكانه، راح افترض انه هذا نزل مثلا هون بهذا الشكل. هلا هاي الزاويه مش بالضبط ثيتا، في لها طريقه معقده لحسابها، بس انا راح اعتبر انها تقريبا ثيتا. الزاويه من الزيرو كروسنج لوين بينتهي؟ من الزيرو كروسنج لوين الكرنت بصير زيرو مش بالضبط ثيتا، تقريبا بتطلع ثيتا ال، بس لو انه ساينوسويدا الكرنت، لو الكرنت ساينوسويدا بتكون بالضبط ثيتا ال، بس هون الكرنت راح يبطل مش ساينوسويدا، ليش؟ لانه هلا بس يطفي عند هون قديش راح يصير الكرنت في الفتره هاي قبل ما يشتغل الاس تي ار الثاني؟ زيرو. اذا الكرنت هون راح اكمل بالاحمر من هون، وبعدين هلا نفس الشيء راح يصير عندي هون، حرارة ما يرد يرجع مرة ثانية، هذه الزاوية تقريبا ما راح احط هون تقريبا بتساوي ثيتا ال، الحسابات الدقيقة لها معقدة بدها نيوميريكال، بدها نيوميريكال ميثودز حتى احسب بالضبط شو الزاوية هون، بس انا حطيت هون انها تقريبا بتساوي ثيتا ال، إذا هي ألفا، ألفا اللي هي 60 درجة الكبيرة، ثيتا ال أو تقريبا تساوي ثيتا ال اللي هي هاي اللي موجودة هون. إذا لو جينا الآن اطلعنا على الفولتج اللي راح يطلع عندي، خلينا أرسم الفولتج اللي على اللود هون. يصير في ال بالاحمر، هذا في اس الاسود مظبوط، الفولتج راح يطلع على اللود راح نرسمه بالازرق راح يكون بهذا الشكل. هلا لاحظوا هون ما طفى الاس سي ار، فراح يضل كسويتش مسكر، فاذا ضل كسويتش مسكر الفولتج اللي جاي من السورس مش راح يكمل على اللود، يضل موجود على اللود، سويتش مسكره انا، يعني هون ميكانيكال سويتش من هون راح يضل هذا الفولتج على اللود من هون، اذا هذا راح يكمل معي، لوين راح يكمل معي؟ بالخط الازرق لحد ما اوصل للنقطة هاي. عند النقطة هاي لما يطفي الاس سي ار فتح السويتش صارت هاي الدائرة مفتوحة، قديش الفولتج هون؟ زيرو. فراح يرجع هذا الفولتج بدنا نكمل مرة ثانية، عند النقطة هاي مين راح يشتغل؟ سي ار 2 رقم 2 مظبوط، لما يشتغل رقم 2 راح يصير عندي الفولتج هون هيك الأزرق راح يرجع لهون، نفس الشيء ما راح يطفي هون، راح يطفي عند النقطة هاي وهكذا، وهون راح يطفي مرة ثانية يكمل هذا الشكل. شايفين ايش شكل الويف فورم؟ شكل الويف فورم غريب شوي، هلا لو انه ريزيستيف لود كيف كان بكون شكل الازرق؟ لو انه ريزيستيف لود شكل الخط الازرق اللي هو الفولتج على اللود راح يكون هيك وراح يدفع عند النقطة هاي مضبوط عند الزيرو كروسنج، لأنه الكرنت والفولتج في الريزيستيف لود ايش بنقول عنهم؟ ان فيز. وبيكمل هون هي الفا كمان، بعدين راح يطلع هون لاحظوا هذا خط مقطع هون. مش هيك الفولتج راح يكون في ريزيستيف لود لو انه هذا ريزيستيف لود مضبوط، بس هذا مش ريزيستيف لود هذا اندكتيف لود، ولانه اندكتيف لود الكرنت ما بيطفي لما الفولتج يصير زيرو، في لاجنج، اللاجنج تقريبا احنا قلنا ثيتا ال، فتاخر الكرنت تقريبا هاي القيمه. لاحظين هلا ليش لازم يكون الفا اكبر من ثيتا ال؟ لانه ما بقدر احاول اعمل فايرنج وهذا لسه ما طفاش، ما بقدر اعمل فايرنج لاثنين ولسه واحد اون، ما راح يصير شيء، بدي استنى لحد ما يطفي واحد قبل ما اعمل فايرنج لاثنين، ولذلك الفا لازم تكون اكبر من ثيتا تبعت اللود. هلا خلينا نشوف، هلا هاي واضحه وبتتذكروا عملنا اشتقاق للمعادله، هاي مش عملنا اشتقاق للمعادله الفولتج اللي هي كان في عندي شيء سميناه بيتا مضبوط الكوندكشن انجل، عملنا معادله اشتقيناها المعادله تبعت الفولتج اللود تبع الفولتج لما يكون عندي اللود اندكتيف مش ريزيستيف. هلا هون في عندي مشكله راح تصير، طلعوا عند النقطة هاي. هلا هذا السويتش خلينا نراجع بس فكرة السويتشز كلها بشكل عام، لو عندي أنا هون أي سي سورس، عندي هون السويتش، وعندي هون لود. في اللحظة اللي السويتش مسكر فيها قديش الفولتج عبر السويتش؟ سميها في اس دبليو. إذا السويتش كان مسكر قديش الفولتج عبره؟ زيرو. زيرو.
طيب السويتش لما يكون فاتح لهي الدائره شو بيكون الفولتج على السورس؟ نفس السورس لانه هذا كي في ال حسب كي في ال مش هيك؟ لو فرضنا هذا خلينا نفترض انه هذا ريزيستيف لود هلا باللحظه هاي لما يكون هذا ريزيستيف لود اذا الكرنت فيه زيرو قديش الفولتج عبره راح يكون؟ زيرو. اذا لما يفتح هذا السويتش لما هذا السويتش يكون فاتح قديش راح يصير الفولتج عبر ار؟ زيرو. الفولتج هون شو راح يساوي؟ الفولتج تبع السورس من هون. لكن السويتش لما يكون مسكر قديش الفولتج عبره بيكون دائما؟ زيرو. اذا نطلع عند النقطة هاي النقطة اللي بتهمنا بالضبط اللي هي لما الكرنت وصل زيرو. لما الكرنت في هذا اللود يوصل زيرو من هون قديش الفولتج في ار؟ عبر ار؟ زيرو. الفولتج عبر ال قديش كان عند النقطة هذيك قبل ما السويتش يسكر؟ لسه كان هذا مش هيك؟ هذا الفولتج لأنه هو الفولتج تبع السورس. يعني لما السويتش كان مسكر قبل لحظة ما يطفي وصل الكرنت زيرو الفولتج عبر ار زيرو. الفولتج عبر ال شو بيساوي؟ بيساوي الفولتج اللي جاي من السورس اللي هو هذا الفولتج اللي موجود هون. طيب فهذيك اللحظة فتح السويتش. لما السويتش فتح من هون الفولتج كله اللي كان موجود هون وين راح يروح؟ راح يروح عبر السويتش والفولتج هذا راح يصير زيرو. لاحظوا دي في على دي تي الى ال راح تنزل فجأة من القيمة تبعتها لزيرو. هل بصير دي في على دي تي عبر ال تنزل فجأة تتغير فجأة؟ لا. انتبهوا شو السؤال؟ دي في على دي تي مش دي اي على دي تي. ايش اللي بصيرش يتغير فجأة لال؟ دي اي على دي تي. دي اي على دي تي لازم يكون فاينايت، لكن دي في على دي تي ممكن ينزل فجأة. فاللي راح يصير الآن راح يفتح هذا السويتش راح ينزل الفولتج هون كله لزيرو. هذا أصلا كان زيرو لأنه الكرنت كان زيرو. الفولتج اللي هون راح يختفي، راح يروح الفولتج هذا يصير زيرو. وين الفولتج تبع السورس راح يتكون؟ إذا لو جيت اطلعت الآن راح أرسمها هلا هون بخط أزرق تحت بس أبعدها عن هاي. لو جيت اطلعت خلال الفترة هاي قديش راح يكون الفولتج عبر الثيرستر كل الفترة هاي؟ زيرو. مش هيك ليش؟ لأنه أون خلال الفترة هاي. إذا من الخط هاد لحد النقطة هاي الفي تبعت السويتش راح تساوي زيرو لحد ما أوصل عند النقطة هاي. عند النقطة هاي راح يفتح السويتش مظبوط؟ إذا فتح السويتش في دائرة الفولتج عبر السويتش ايش راح يصير؟ هو نفسه الفولتج تبع السورس. قديش الفولتج تبع السورس عند النقطة هاي؟ راح يتغير فجأة من القيمة من زيرو لهون. ايش اللي صار هلا خلال فترة قصيرة جدا؟ مش تغير الفولتج خلال فترة قصيرة جدا تقريبا زيرو. إذا قديش دي في اي كي على دي تي؟ او رقم كبير جدا فيري لارج مش هيك؟ مش فجاه تغير الفولتج؟ عبر مين تغير الفولتج؟ عبر التنين هذول من هون. شو ممكن يصير؟ سويتش اون. ممكن يعمل سويتشينج اون. مين اللي بيعمل سويتشينج اون؟ واحد هلا ما بقدر يعمل سويتشينج اون لانه الفولتج عبره ريفرس بايز، بس اثنين بيقدر يعمل سويتشينج اون مضبوط في اللحظه هاي. اذا اشتغل اثنين ايش راح يصير؟ بالفولتج تبعت اللود عند النقطه اللي حاول واحد يطفي فيها زيرو. هو الفولتج عبره زيرو، بس ايش راح يصير هون بالفولتج تبع اللود؟ سورس راح يصير سورس فراح يكمل مش راح يطفي. يعني راح يطفي واحد ويشتغل مباشره مين؟ اثنين. المشكله شو هي سببها؟ سببها عند دي في على دي تي تغير فجاه. ليش ما كانت هاي موجوده في الريزستيف لود؟ لاحظوا هلا في الريزستيف لود خلينا ارسم هون رسمه الريزستيف لود. في رسمه الريزستيف لود الفولتج ما بتغير فجاه تمام. ليش؟ لانه قديش بيكون الفولتج عند النقطة هذيك؟ زيرو. زيرو. الكرنت لما هون الكرنت صار زيرو والفولتج كمان صار زيرو، فلما تغير لما السويتش طفى قديش الفولتج تبع السورس كان عند اللحظة هذيك؟ أصلا كان زيرو مضبوط؟ هاي الكرنت هون هي رسم الكرنت هون بلون ثاني. لما الكرنت صار زيرو قديش كان الفولتج؟ ريزستيف لود زيرو، فما في عندي مشكلة دي في على دي تي. إذا سنابر نتورك ما بحتاجه بحالة امتى بحتاجه بحاله اندكتيف لود؟ بحاله الاندكتيف لود المشكله صارت عندي لما طفى الاس سي ار الكرنت كان زيرو مش هيك؟ بس الفولتج عند اللحظه هذيك ما كانش زيرو، فصار في عندي لارج دي في على دي تي. لما صار في عندي لارج دي في على دي تي طفى واحد واشتغل اثنين، فراح اطلع على الاوتبوت ايش راح اشوف؟ راح اشوف كونتينيوس ساين ويف. قد ما اغير الفا مش راح يتغير عندي، مش راح تضل كونتينيوس ساين ويف حتى اضمن انه هذا ما يرد يشتغل مره ثانيه. شو بنحط الان؟ بنحط ار وسي نتورك. هذا بنسميه سنبر نتورك. ايش بحدد هذا؟ ايش بمنعني؟ ايش الفاليو اللي بمنعني يزيد؟ دي في على دي تي بيعمل ليميتيشن. اذا السنبر نتورك بيعمل ليميتيشن ليميتس دي في على دي تي.
بمنعنا نزيد عن قيمه معينه. كيف بدي اعرف الدي في على دي تي الخطيره هون الممنوعه هون؟ من وين بدي اجيبها؟ كيف بدي اعرف بهذا الاس ار ايش الدي في على دي تي بدي اتجنبها؟ من الداتا شيت. فبتنعمل حسابات ما رح نعملها احنا، بس بتنعمل حسابات بحيث اني اتاكد انه قيمه ار وقيمه سي اللي موجوده هون تمنع دي في على دي تي انها تزيد عن قيمه معينه. فبضل من وقتها انه يطفي واحد ويضل اثنين اوف، لحد امتى رح يشتغل اثنين؟ عند النقطة هاي، نفس الشيء عند النقطة هاي رح يشتغل اثنين، رح يبدا يزيد الكرنت، الكرنت طبعا نيجاتيف في هذا السايكل، رح يطفي الكرنت عند النقطة هاي، بس عند النقطة هاي الفولتج مش زيرو. الزاوية هاي تقريبا قديش؟ 30 ثيتا. فعند النقطة هاي رح يطفي، رح يصير في عندي دي في على دي تي، بس لأني حاطط سنابر نتورك، ايش سنابر نتورك رح يمنع؟ رح يمنع قيمة دي في على دي تي تزيد عن القيمة اللي بتخلي واحد يشتغل، وبعدين واحد وين رح يشتغل؟ فايرنج. هون عندي فايرنج اعمل اللي هي